الماكينات بأنواعها ما هي إلا أجزاء معدنية متصلة ببعضها، أجزاء متلاصقة تتحرك في اتجاهات مختلفة، فيتولد عن تلك الحركة ما يعرف بالاحتكاك. كل جزء يقاوم حركة الآخر، مما يولد الحرارة ويتسبب في تآكل أجزاء الآلة. وهنا يبدأ دور زيوت التشحيم، حيث تفصل بين الأسطح المتلاصقة لتقلل من الاحتكاك وآثاره، وبالتالي تسهل حركة الآلة. ومع اختلاف طبيعة الاحتكاك داخل الآلة تختلف أنظمة التشحيم، فبعض الأجزاء تكون متلامسة تماماً، مما يتطلب طبقة دقيقة من زيت التشحيم فيما يعرف بنظام Boundary Layer. أسطح أخرى تحتاج إلى فصل تام بطبقة سميكة من الزيت فيما يعرف بنظام التشحيم الهيدروديناميكي. أما الأجزاء التي قد تتلامس فقط في بعض النقاط فتحتاج لما يعرف بنظام التشحيم المختلط. في فوكس نقدم حلولاً مبتكرة لجميع زيوت التشحيم ليضمن عملاؤنا حول العالم كفاءة أعلى وعمراً أطول لآلاتهم. فوكس في كل حركة.